السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي ألاء عامر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله هنقدم مع بعض فيديو بسيط جدا وسهل وسريع، فيديو الليمون بالنعناع الأخضر الفريش، مشروب مثلج وبارد ومنعش جدا في حر الصيف. طريقته سهلة وأسهل ما يكون. هنستخدم النعناع الأخضر الفريش، وتقدروا كمان تستخدموا اللي احنا خزناه امبارح في فيديو تخزين النعناع، تقدروا ترجعوا له لو حابين. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. المكونات بتاعتنا بسيطة جدا. هنستخدم النهاردة الليمون الفريش، يفضل يكون فريش طبعا عشان يديكي نكهة اقوى. هنستخدم ليمون اخضر او اصفر على حسب المتواجد، اهم حاجة نقشره كويس جدا من القشرة الصفراء والقشرة البيضاء اللي من جوه، وكمان نشيل البذر كويس جدا، نتأكد ان مفيهوش اي بذر واي قشر عشان ما يسيبش مرارة معانا. هستخدم كمان نص كوباية من السكر، وهستخدم شرايح من الليمون للتزيين وللنكهة برضو. بالنسبة للنعناع يكون فريش زي ما انا استخدمت كده، هو طبعا عمره قصير عشان كده انا خزنته معاكم امبارح. ده فريش بتاع النهاردة يعني، بس هو بيدبل بعد تعرضه للحرارة او للشمس او للضوء، فبيدبل بسرعة جدا. حطيت في الخلاط بتاعي الليمون، وحطيت معاه كمان السكر، تحلية على حسب الرغبة طبعا، بس ان الكمية دي مناسبة قوي. وحطيت كمان نص كوباية من الماء المثلج، يعني طالع من التلاجة، ممكن تدخليه الفريزر بحيث ان هو قبل ما يتجمد تستخدميه على طول. هاخد 4 عيدان من النعناع، وطبعا هستخدم الورق بتاعهم بعيد عن الاعواد خالص، عشان الورق بتاع النعناع هو اللي هيديني النكهة، مش عايزين العود في حاجة. هنضرب كل الخليط بتاعنا ده كويس جدا في الخلاط لحد ما الورق كله يدوب، لان هو مش هيتقطع معاكم بسهولة، بس خليكم وراه لحد ما يتفرم ناعم جدا النعناع. بعد ما خلطت المكونات بتاعتي، اهم حاجة انه يتصفى كويس. عايز اقول لكم لون الليمون بالنعناع بيبقى خطير جدا، بصوا لونه اخضر كده زرعي حلو جدا. التصفية ما تستخدميش المصفى بس، انا هستخدم كمان قطعة من القماش الشاش. انا ما عنديش القماش الخاص للتصفية والكلام ده، فانا اتصرفت وعندي قطعة من القماش مخصصة للمطبخ من القماش التل، برضو بتقضي الغرض. وطبعا استخدمت المصفى معاها، وابتديت اعصر الخليط ده كويس جدا، لان ورق النعناع من الحاجات اللي هتتفرم معاكي في الاخر ناعم قوي، وممكن تعمل معاكي زي التفل كده، ما تتخلصيش منه بسهولة مع المصفى. هصفيه بقى كويس جدا واعصر القماشة كويس. بعد كده هستغنى طبعا عن التفل والحاجات اللي طلعت معايا دي، وهستخدم العصير اللي طلع. طبعا ده عصير مركز جدا، ما ينفعش تشربيه كده، لازم يتخفف بمية ساقعة او بسيفن زي ما احنا هنعمل دلوقتي. طبعا العصير ده بيبقى طعمه حلو جدا، مشروب بارد ومثلج، بيتقدم في الكافيهات باسعار عالية جدا، احنا عملناه في البيت بمنتهى السهولة، ونفس الطعم والنتيجة بتاعت بره. وهقول لكم ازاي بنعمل الطبقات بتاعت العصير زي ما بنشتريها من بره بالظبط. وده النعناع الفريش اللي احنا خزناه امبارح بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هسيب لكم الفيديو هيظهر دلوقتي على الشاشة، وهسيبه لكم كمان في صندوق الوصف اللي هو عنوان الفيديو، جنبيه سهم صغير خالص لو ضغطتوا عليه هيظهر لكم صندوق الوصف بكل المحتويات اللي فيه. هسيب لكم الطريقة بتاعته ان شاء الله، وباذن الله هتعجبكم جدا. هنجيب بقى الكاسات بتاعتنا، وهنصب في الربع الاخير من الكاس عصير من الليمون اللي احنا عملناه. طبعا ده عصير مركز زي ما انا قلت لكم، فطبعا هيحتاج ان هو يتخفف. انا حطيت له الاول مكعبات من التلج عشان يكون منعش كده وفريش، وحطيت كمان ورق من النعناع الاخضر، بيبقى تحفه جدا وبيزود النكهه. شرايح بقى من الليمون لو حابه، حبيتي بقى تخففيه بميه مثلجه اوكي. انا حبيت ان انا ازوده بسيفن اب او سبرايت، او ممكن مياه غازيه من غير اي طعم، برضو بتبقى حلوه جدا. هو بيبقى مشروب فريش ومنعش جدا جدا، وبصراحه بيروي العطش. طبعا فوائد الليمون لا تعد ولا تحصى. ده كان مشروبنا النهارده، سهل وسريع وبسيط جدا زي ما انتوا شفتوا كده. وسر الطبقات ان انتي تحطي العصير او السيفن سوري هتحطيه بالراحه خالص فوق التلج، وهينزل هو بالتدريج من فوق العصير، ومش هيختلط ابدا غير لو انتي قلبتيه. حطي بقى شرايح من الليمون وزيني الكاس بتاعك، قدميه بقى لبيتك ولاسرتك ولضيوفك. يا رب الطريقه تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني.